بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات موتة جاهلية. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه. هذه الأحاديث فيها وعيد شديد لمن يتخلى عن الواجب الشرعي عندما يطلب منه أن يقوم بهذا الواجب. نحن في هذه الأيام القادمة نعيش مرحلة حاسمة، نتطلع إلى انتخابات للمؤتمر الوطني العام الذي ستكون له الكلمة الفاصلة في تشكيل الحكومة المقبلة التي تحكم البلاد، وستكون له الكلمة الفاصلة في صياغة الدستور أو في اختيار الناس الذين يصيغون الدستور على أي وجه كان. المسلمون جميعاً في هذا البلد، وبفضل الله كلهم مسلمون، لابد أن تكون عندهم إيمان، يكون عندهم إيمان جازم أنه لابد من اختيار الأصلح ليتولى حكم هذا البلد. هذا واجب شرعي، ولابد أن يكون عندهم إيمان واقتناع بأن يكون لديهم دستور في المرحلة القادمة يحكم شرع الله تبارك وتعالى، ولا يقبلون أقل من أن تكون الشريعة الإسلامية هي المرجع الأساس، وكل قانون يخالفها يعد باطلا. لابد من هذا الحرص، ولا بد من العزم على الوصول إليه، وكل تقاعس وكل تأخير في ذلك يتحمل إثمه من يتولاه ومن يتأخر ومن يدعو إلى هذا التأخير، لأنه ليس لدينا فرصة أخرى. هذه الفرصة التي حرمنا منها على مدى أكثر من 40 سنة، لم نستطع طول السنين الماضية الكثيرة أن نتكلم أو نطالب بتحكيم الشريعة الإسلامية أو نختار بأنفسنا من يحكمنا، وإنما كان ما يجري هو تمثيليات هزيلة لا تنطلي على أحد، تسمى لجان شعبية، تسمى غير ذلك، مبنية كلها على النفاق والملق والمدح الكاذب والتزلف والرشاوة إلى غير ذلك. لكن كان ذلك تحت القهر والظلم، فالناس معذورون في ذلك الوقت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الآن فالباب مفتوح والميدان مفتوح، والدولة تقول لكم بل تحثكم كل يوم وتطلب منكم ألا تكونوا سلبيين. لابد أن تشاركوا وأن تختاروا اختيارا حقيقيا حرا بما يمليه عليكم دينكم وضميركم. لا أحد يكرهكم على شيء، ولا أحد يوجهكم إلى شيء، فعليكم أن تتقوا الله وتتحملوا مسؤولياتكم. والحديث الصحيح الذي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه السلبية ومن التخلف عن المشاركة في اختيار من يتولى أمر المسلمين، لأنه إذا تخلى الناس الخيرون والناس الصالحون تخلوا عن اختيار الصالحين واختيار الأصلح،
الذي يقيم العدل ويقيم الحق ويقيم الدين ماذا يترتب على ذلك؟ لابد أن تسألوا أنفسكم. سيتولى بعد ذلك الناس الذين هم على غير الحق ويريدون أن يتوصلوا إلى السلطة كما كانوا عليها في السابق بأي صورة من الصور، وسيعود الظلم وسيعود القهر وسيعود الرشاوة وسيعود كل المخالفات الشرعية، وسيرجع المسلمون والمتدينون إلى السجون مرة أخرى. هذا من يتحمل وزره إذا نحن لم نشارك؟ إذا كان الخيرون لم يشاركوا ولم يختاروا الأصلح، من يتحمل وزر الظلم الذي سيترتب على ذلك بتقاعسهم وتولي شرار الناس أو تولي الناس المنسوبين على النظام السابق أو أي جهات أخرى لا تريد تحكيم شرع الله؟ من يتحمل وزر هذا؟ يتحمل وزر هذا من بقي في بيته ولم يخرج ليطالب أو يختار أو ينتخب الناس الصالحين. هؤلاء هم الذين يتحملون وزر هذا الأمر. فعليكم أن تدركوا هذه المسؤولية، وعليكم أن تشاركوا بقوة. فكل من له حق في المشاركة في التصويت عليه أن يبادر قبل أن يقفل الباب باستخراج البطاقة، بطاقة التصويت، من الرجال والنساء. كل من أعطي له هذا الحق عليه أن يأخذه، لأنه إذا ترك سواء كان من الرجال والنساء، هناك أيضا طائفة أخرى من الرجال والنساء لا تريد تحكيم الصالحين، لا تريد من يحكم بشرع الله عز وجل، فستكون الغلبة لهم وسيكون القهر والظلم على أهل الإسلام، وسيعلو الفساد ويعلو الظلم وتعلو القوانين المخالفة للشريعة، تبقى هي التي تطبق علينا رضينا أم كرهنا. يبقى الخمر يباع في الشوارع ويرخص له ترخيصا رسميا، الربا ينتشر وهو منتشر إلى حد الآن، المعاصي الأخرى من الفسوق والعصيان والقمار والزنا وكل المخالفات الشرعية لا يحرمها القوانين، لا تحرمها القوانين. هذه المعاصي كبائر الذنوب لا تحرمها إلا الشريعة الإسلامية، أما القوانين فلا تحرمها. لا تسمعوا إلى كلام المضلل حين يقول لكم القوانين لا توافق على هذا، والقانون هو يعني بيكون بحكم الأغلبية، والأغلبية في هذه البلاد لا يوافقون. الأغلبية ممن يصلون إلى هذا المؤتمر؟ هؤلاء إذا كانوا صالحين سوف يقفون سدا حاجزا ضد المحرمات وضد القوانين الظالمة. أما إذا كان الذي وصلوا إلى هذا المؤتمر هم الذين لا تعنيهم الشريعة الإسلامية ولا يريدون حكمها، فستسن القوانين، والقوانين في الدنيا كلها لا تحرم هذه الكبائر. ليس هناك في أوروبا وفي قوانينها والديمقراطية اللي الآن تأتينا من الغرب وتأتينا من غير المسلمين، وهي قوانين أغلبية ويحكمون بالأغلبية، لكن هل يحرمون هذه المعاصي وهذه الموبقات؟ لا يحرمونها، عندهم إباحية كاملة، حتى الشذوذ يكاد يكون مشرع لديهم. فهذا الأمر في غاية الخطورة. اختيار الأصلح وتحكيم شرع الله عز وجل لا خيار لنا فيه، هذا واجب شرعي، واجب على كل مسلم، فرض عين عليه، لابد أن يساعد على إقامته ولابد أن يناصره، ومن يتخلى عن ذلك يتحمل مسؤوليته. لأن الله تبارك وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون، ليس هناك إيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ويقول تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس هذا في خيار لنا نشارك ولا نشارك، بل واجب علينا أن نشارك، ونشارك بإيجابية، ونشارك بماذا؟ نشارك بنية. هكذا لاحظوا متى يكون الوجوب وجوب مشاركة؟ وجوب المشاركة بأن نشارك بنية تولية الأصلح وبنية تحكيم شرع الله عز وجل. لابد أن نشارك بهذه النية بحيث نسقط على أنفسنا الواجب، نسمي أنفسنا أدينا واجبا. أما أن نشارك بأن ننصر قبلية أو عنصرية أو عائلة أو مجاملة لأحد بالكذب،
فهذا عين الإثم وهذا عين المعصية، ومن يفعل ذلك يتحمل أوزار كل ما يترتب على هذا الفساد فيما بعد. يعني المشاركة بماذا تكون، متى تكون المشاركة واجبة؟ عندما يكون المشاركة واجبة على الرجال وعلى النساء، مشاركة في التصويت واجبة متى؟ عندما تكون بنية اختيار الأصلح، اختيار الناس الصالحين الذين يحكمون فينا شرع الله تبارك وتعالى. أما أن تختار بناء على قبيلتك ولا على جهتك ولا على أن إنسان يعدك بمنصب أو يعدك بمال أو رشوة أو مجاملة لصديق، فذلك عين الظلم وذلك عين الفساد، وذلك يترتب عليه أن كل ما يفعله ذلك الشخص الذي انت اخترته، كل ما يفعله من فساد وظلم وسن قوانين ظالمة، أنت تتحمل وزرها لأنك أنت الذي اخترته. لكن ليس معنى هذا أنك لو أنت اجتهدت واخترت الإنسان الصالح، هذه نقطة مهمة انتبهوا إليها، كثير من الناس يسألون عنها ويترددون في المشاركة بسببها، أقولها وأؤكدها لكم. كثير من الناس يقولون نحن لا نريد أن نشارك، لماذا؟ أقول لك يعني ربما حتى لو اجتهد واخترت إنسان صالح وبذلت جهدي كله بأن اختار أحسن الموجود، لكن أنا يقول أنا لا آمن أن هذا الإنسان ينحرف، زي ما حرفت الحكومة السابقة يضربها مثلا بالقذافي، يقول لك تولى علينا في بادئ الأمر، وتولى في بداية الأمر لم يعلن على المعاصي التي أعلن عليه فيما بعد، ولا على الكفر الذي أعلن عليه فيما بعد، ولكن يقول انظروا إلى ماذا وصل من الظلم والاستبداد والقهر والفساد. فيقول أنا أخاف أني لو اخترت إنسان يمكن يولي مثل القذافي يحكم بالظلم، فلا أريد أن أتحمل هذه المسؤولية. هل هذا كلام وجيه؟ هل هذا كلام مقبول؟ أبداً، هذا كلام من وسواس الشيطان. الشيطان إذا أراد أن يصدك على شيء يأتيك من زوايا مختلفة ومتعددة، مثل أن يقول لك يأتيك تفكر تقول دعني الآن أقوم أتوضأ وصلي ركعتي الضحى أو صلي لله عز وجل، أو أصوم يوم الاثنين أو أصوم يوم الخميس، ثم بعد أن ترد عليك هذه الفكرة يأتيك الشيطان من جهة التقوى والعبادة والصلاح والزهد، ويقول لك كيف تفعل هذا؟ أنت سوف يطلع عليك الناس ويقول هذا مرائن، فأنت إذا أنت صنفت عند الله مرائن معنى ذلك أن أعمالك كلها باطلة، فتترك لا تقوم لا تصلي ولا تصوم خوفا من أن يقول لك الناس فيما بعد أنك مرائن. هذا من كيد الشيطان، لا تطع الشيطان، هذا من تلبيس إبليس. أنت الله عز وجل أمرك بأن تتبع شرعه وأن تتبع الحق وتجتهد في ذلك وتبذل وسعك، لكن لا يحاسبك الله عز وجل بعد ذلك على مآلات الأمور كيف تصير وكيف تكون، هذا أمره ليس إليك، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أنت اخترت إنسان لأن رأيت فيه الهداية لكن بعد ذلك الله أضله، فأنت لست مسؤولا عنه. أنت عندما تجتهد وتبذل وسعك وتختار الأصلح والأحسن معنى أنت نزعت الأمانة من عنقك ووضعتها في عنقه، انتهت مهمتك، انتهت مسؤوليتك، لا يحاسبك الله عز وجل بعد ذلك على عمله. كل إنسان يحاسب فردا، يحاسب على عمله، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. أنت لو اخترت على الأساس الفاسد نعم، لأنك بدأت في الخطأ من أول خطوة، لأن الوسيلة التي اتخذتها وسيلة فاسدة. أما إذا كانت الخطوات التي أخذتها خطوات صحيحة شرعية، بمعنى أنك سألت عن الأصلح، تقول كيف أعرف الأصلح؟ أيضا هذا سؤال يسأله الناس، كيف أني أعرف الأصلح؟ الناس يعني أصبحت كل واحد يتكلم ويقول يعني زي إنسان يريد أن يخطب امرأة، يأتي بكل المحاسن وكل المساوي يخفيها، فكل الناس يقول لك اللي بيتقدموا لهذه الانتخابات كلهم يتكلمون بأنهم من الصالحين وأنهم يريدون أن يقيموا الحق والعدل ومواطنون ويحافظون على مصلحة الوطن ويحافظون على الإسلام وبمنهجية الوسطية،
الأمر ليس بالكلام وليس بالشعارات. الذي يتكلم بهذا الكلام من يرشح نفسه على كل أهل القرية وعلى كل أهل المنطقة، أن يجلس العقلاء منهم، مجلس الشورى، مجلس المحلي، العقلاء من الناس في كل منطقة يجلسوا ويختاروا، عليهم أن يختاروا مجموعة، كل واحد منهم يقول أنا فلان صاحب دين وماضيه حسن، سلوكه حسنة، ليس عنده سوابق سيئة، ليس ذمته فاسدة، محافظ على الصلاة، محافظ على الدين، رجل أمين، ننظر إليه من خلال السنين الماضية قبل هذه الثورة، كيف كان هو مع القذافي وكيف كان مع السلطات، هل كان من المتسلقين، من الذين يعني ينادون بالظلم والقهر ويكذبون ويرفعون شعارات الكفر والضلال ويتسابق إلى المناصب أو إلى الصفقات أو إلى الرشاوى، لأن الفساد كان فاتح أبواب على مصراعيه، كل من يريد أن يدخل يدخل. فذلك الوقت هو وقت الاختبار، اختبر الناس بذلك الوقت. من انغمس في فساد حقيقي بين في ذلك الوقت هذا غير صالح قطعا، لأنك جربته وقت ما كان عنده اختيار، الآن هو مضطر، الآن الناس مضطرون لأن الناس بتتبع مصالحها في كل وقت، لكن في ذلك الوقت هو مختار، إما أن يرجع إلى دينه ويتقي الله ويعرف ما يفعله النظام من الظلم ومن الفساد ومن القهر ومن سرقات الأموال، يعرف ذلك، إما أن يتبع دينه ويتورع ويتقي الله ولا يشارك في هذه المفاسد، وإما أن يدخل في هذه المغريات ويسابق عليه ويتحصل على ما يتحصل عليه المفسدون. فإذا كان في ذلك الاختبار فشل لم ينجح، معناه الآن فاشل قطعا، هذا غير مؤهل. لكن من كان مستور الحال في ذلك الوقت، لم يلاحظ عليه من هذا المنكر الشديد، لم يلاحظ عليه شيء من ذلك، ويبقى سلوكه بين الناس سمعته وسيرته طيبة، وليس هم المشهورين بالمعاصي والفجور بمعنى أنه يجاهر بها، هناك إنسان ناس لا يصلوا حتى صلاة الجمعة ولا يبالون، حتى الجمعة لا يصلونها وقد يجاهرون بها، هناك ناس عاملين استراحات الفساد والفجور والخمر ويتحدثون بها ويتبجحون بها ويتكلمون بها ولا يستحيون لا من الله ولا يستحيون من الناس، هل هذا مؤهل؟ هذا غير مؤهل. هناك إنسان جاهل تعرف أنه لا يحسن هذا الأمر ولا يعرفه ولا يستطيع أن يتحمل مسؤوليته، لكن هو من قرابتك ولا من قبيلتك ولا من أهلك، هو من الوسط ولا من بالأشهر ولا من الحميدية ولا من الزنتان ولا، وتختار على هذا الأساس، تختار لأنه من جهتك ولا من بني عمومتك ولا من قبيلتك، وتعلم أن هناك آخر أصلح منه من جهة أخرى ومن قبيلة أخرى، وأطيحتك الفرصة أن تختاره، فحرام عليك، لا يجوز لك شرعا أن تختار بني عمك أو تختار من أحد قبيلتك أو تختار علي أساس آخر من صداقة أو من غيرها ما دام هناك من هو أصلح منه، لأن هذا من الغضب للجاهلية وهذا من الانتصار لدعوة الجاهلية. أهل الجاهلية هكذا كانوا يعملون، من أراد أن يغلب من أصابه مكروه يقوم وينادي في قومه يا أهل فلان، ينادي قبيلته، فيأتون إليه مجتمعين وأعينهم مغمضة لا يسألون حتى عن ماذا سألت، ماذا أطلب، قد يكون هو القاتل، هو الفاجر، هو الظالم، لكن مادام استغاث بهم يأتون إليه جميعا لينجدوه وليقاتلوا معه وليقفوا معه ولا يسألون حتى عن ماذا، ثم بعد ذلك عندما ينجي الأمر يتبين أن هذا هو الظالم. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كان أهل الجاهلية يطبقونه تطبيقا خاطئا هناك بالعصبية، من كان من قبيلتك من كان من جهتك هو الذي تناصره، هو الذي تغضب له سواء كان على الحق أو على الباطل، لا يجوز لك أن تغضب للعصبية حتى ولو كان الذي تغضب له يتبع الحق، غضبك لا يكون إلا لله. المسلم
لا يغضب إلا لله، لا يغضب لقبيلته ولا لأهله ولا لدويه ولا لصديقه ولا لأبيه ولا لأمه، من أجل أنه أبوه أو أمه أو قبيلته أو عصبيته، وإنما يغضب لله، ينصر هذا المظلوم أيا كان، ينصره لله. هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما ومظلوما، فإن كان ظالما تأخذ على يديه، هذه هي نصرته. فهذه طريقة الاختيار، ينبغي الناس يوزعوا أنفسهم جماعات جماعات كل منطقة، ويقترح كل مجموعة شخص، ثم إذا تحصلنا على 20 مقترح، 20 بعدين محتاج منهم مثلا إلى 2 أو إلى 3، يبقى ننتقي منهم ونوازي، ونضع لكل إنسان نقاط الإيجابية فيه والنقاط السلبية. فلان مصلي لكن قليل العلم، فلان عالم لكن غير محافظ على الصلاة، فلان عالم ومصلي لكن معاملات المالية فيها شك، عمله بعض الناس وماطلهم وكذا، فلان عالم ومصلي والأمانة الآن الظاهر عليها أنه أمين لكنه كان أثناء الثورة وأثناء القتال كان سلبيا جدا، وكان ربما حتى مع الكتائب القذافي. يعني هذه نقاط، تجمعون النقاط الإيجابية والسلبية في كل الجماعة هؤلاء 30 أو 20، ومن تكون أكثر نقاط إيجابية يجب أن يخصص لهذا الترشيح وأن يختار ويستبعد الباقون. وبهذه الصورة تكونوا قد اخترتم الأحسن والأصلح، ونزعتم المسؤولية والأمانة التي أنيطت برقابكم، وضعتها بعد ذلك في رقابهم، ثم بعد ذلك هم أحسنوا أو أفسدوا ليس عليكم أي مسؤولية في هذا، بعد ذلك إثمهم على أنفسهم. من أصلح وعمل صالحا يكون له الأجر، ويكون لك أيضا أنت الأجر لأنك كنت السبب فيه، وإذا هو أفسد فعليه وزره وأنت لا يصل إليك منه شيء، لأنك لم تأخذه على وزري وإنما أخذته ليصلح وهو الذي أفسد. هذا هو الحكم الشرعي في مسألة الاختيار وكيف يكون الاختيار، لابد أن يكون على هذا الأساس. ثم بعد ذلك أيضا عندما تأتي إلى التصويت لابد أن تأتي على هذا الأساس، عندما تريد أن تقف أمام الصندوق وتضع البطاقة لابد أن تذكر نفسك بأنك تؤدي شهادة، هذا الصندوق هو قاضي، هذا الصندوق بمنزلة القاضي، هذه اللجنة أمامك هي هم قضاة يشهدون عليك يوم القيامة، فإذا وشهادتهم ربما هم لا يطلعون على ما في قلبك، يسمحون لك ويأذون لك أي جهة اتجهت فهم لا يمانعونك ويعطونك الحرية، وهنا تقع المسؤولية عليك لأنهم أعطوك الحرية والخيار. لكن الذي هو مطلع على الشهادة ولا تخفى عليه خافية هو الله تبارك وتعالى، لا تخفى عليه خافية، فيعلم أنك عندما وضعت هذه البطاقة وضعت على أي أساس، وضعتها لأنه من قبيلتك ولا من جهتك ولا هو من بالأشهر ولا هو من الحميدية ولا هو من سوق الجمعة ولا من أي جهة، أو وضعتها على أن هذا الإنسان رأيته أن هذا هو الأصلح الذي يقيم الحق ويقيم العدل ويحكمنا ويحكم المسلمين بشرع الله. فإذا اخترت على الأساس والله مطلع على ما في قلبك فإنه سيكتبك من المقسطين يوم القيامة، لأنك عدلت في الأمانة التي يسئل إليك، والمقسطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن تبارك وتعالى، وهم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يعدلون في حكمهم. أنت أسئل إليك حكم هنا فعدلت فيه، يعدلون في حكمهم لأنك هنا حاكم وشاهد، تقول فلان هو الذي يتولى أو فلان لا يتولى، لأن البطاقة هذا معناه، وضع البطاقة في الصندوق ما معناه؟ معناه تقول فلان هو الذي يتولى أمري، هو الذي يحكمه، هو الذي يحكم المسلمين، أو تقول هو الآخر هو الذي يحكم، فأنت حكمت هنا وشهدت، فإذا حكمت بعدل هذا هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. من هم المقسطون؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وفي الولاية التي أسنت إليهم، أسنت إليك ولاية، أسنت إليك مهمة، أسنت إليك أمانة، إذا أديتها على الوجه الصحيح بما يرضي الله عز وجل فتكون من المقسطين، وإذا أديتها على الوجه الآخر على وجه الظلم أو العصبية أو القبلية أو التزوير
أو الوعد بالوعود بالمنصب الوعود الكاذبة الفارغة أو هكذا اختيار عشوائي بمعنى أنك لا تبالي ولا تكترث مثل كثير من الناس يقول لك هم إيش بيعملون هم زي غيرهم وزي كذا هذه حاجة لا قيمة لها هذا في غاية السوء هذه شهادة زور هذا عدم تحمل مسؤولية هذه خيانة للأمانة لابد أن تتحمل الأمانة لأنك مكلف ما دام الله عز وجل أعطاك عقل فأنت مكلف وسيسألك عن كل تصرف وعن كل عمل فإما أن تختار الأصلح الذي يحكم بشرع الله وإما أن تختار الفاسد فيكون عليك وزره وزر عمله إلى يوم القيامة هذه مهمة الناخب والمرشح وطريقة اختياره الحديث الذي ذكرناه يحذرنا من أن الإنسان لا يشارك في هذه المسائل أو يعني يخرج عن المشاركة أو يخرج عن ولاية الأمر الذي يخلع الطاعة يلقى الله عز وجل لا حجة له يلقى الله لا حجة له معنى لا عذر له يحاسبه الله ولا عذر له وينال عقابه هذا معنى لا حجة له وكيف يخلع الطاعة رأينا وجوها كثيرة من خلع الطاعة في هذا الأسبوع الماضي رأينا أعدادا من الناس المسلحين قطعوا مئات الكيلومترات وأتوا بأسلحة وبسيارات مدججة بالسلاح وأتوا إلى رئاسة الدولة ودخلوا عليها وهددوها بالسلاح وبالقتل وصار القتل بالفعل من أجل ماذا؟ من أجل أن يبتزوا الدولة ويأخذوا ما سموه حقوقا لهم بقوة السلاح لو افترضنا أنها حقوق لو سلمنا أنها حقوق فهل يجوز الإنسان يأخذ حقه بقوة السلاح قطعا لا يقول هذا أحد بهذا أحد من جماهير المسلمين جمهور المسلمين يقول لا يجوز لأي إنسان أن يخرج على ولي الأمر بقوة السلاح من أجل أن ينتزع حقا لو افترضنا أن هذا هو حق بين له ومع أن هذا الحق ولاية الأمر تقول هي معترفة به وأنها ستصرفه لمستحقيه ولكن تريد أن تصرفه بصورة صحيحة لا بصورة فاسدة كما حدث في الماضي من إهدار المال العام يصرف المال بأوراق مزيفة ومزورة ولي الأمر الحكومة هي تتحمل أيضا وزر هذا التبديد للمال وهذا الإهدار للمال العام وهم مسؤولون عنه ولا يجوز لهم أن يصرفوا بهذه الصورة ويجب عليهم أن يتوقفوا عن صرفه حتى يجدوا لأنفسهم آلية صحيحة يعرف بها صاحب الحق من صاحب الباطل ما الذي أن يريد أن يأخذ المال بالظلم وبالزور وبالكذب فهؤلاء الناس أتوا بالقهر ليأخذ المال بأي صورة ويقول لا يجوز أن يتوقف هذا خروج عن الحاكم وخروج عن ولاية الأمر وهذا هو الذي من معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم من خرج عن الطاعة لقي الله لا حجة له لا عذر له يوم القيامة في هذا الخروج لكن السؤال كيف تسمح الدولة لنفسها أن تنتهك حرمته وهيبته بهذه الصورة ويأتي ناس بخمسين سيارة مسلحة بأعداد كبيرة ما يقرب المئتين من المئتين ويشقون كل هذه الفيافي والطرق والمدن والبوابات حتى يدخل على الحكومة في عقد دارها ويبدأون في ضرب السلاح والنار داخل هل هذه حكومة هل هناك حكومة تفعل تسمح لنفسها بهذا أين هيبة الدولة هذا هو الذي جرأ الظلم والفساد والآن السرايا العسكرية على مختلف اتجاهاتها وانتماءاتها ممن ينسبون أنفسهم إلى الثورة والثورة منهم بريئة هؤلاء هم الذين جرأتهم هذه التصرفات وهذه الإجراءات على الظلم والسرقات وأكل المال بالباطل هناك الآن مراكز في وسط مدينة طرابلس في مباني رئيسة للدولة الدولة هي أمس الحاجة إليها عمارات معروفة ومشهورة وترتكز فيها سرايا عاطي لأنفسها أسماء ثوار مهمتها هي العصابات والاستيلاء على أموال الدولة وسرقاتها ونهبها
واختطاف الناس ثم سرق هذه الأموال ونقلها إلى أماكن أخرى بعيدة وتباع، عاملينها أسواق للأسف، عاملينها أسواق. هل هذا بعد، هل بعد هذا الفساد وهذا التسيب وهذا الظلم وهذا القهر ظلم؟ هذا لم يكن حتى في عهد القذافي، لم يكن ظلم بهذه الصورة المجاهر بها التي لا تبالي بقوة السلاح. حرابة، هذه حرابة، الناس يأتون بالسلاح إلى رئاسة الدولة ويأتون إلى حكومة ويأتون إلى أماكن أموال الناس ومخازنهم ومراكز التسويق فيهم، يدخل عليهم بالسلاح ويأخذون المال ويأخذون المرتبات بالقهر وبالقوة. هذه عصابات حرابة، كما حصل أيضا في بنغازي. المصرف نقل المال من فرع إلى فرع، 3 أو 4 أشخاص، الحماية ضعيفة، استولت عليهم عصابة في الطريق. حرابة، حرابة واضحة، ما فيها شيء، حرابة مسلحة، أخذوا المال وقتلوا الناس وقطعوهم ومثلوا بهم. هل هناك معنى للحرابة غير هذا؟ الله تبارك وتعالى يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، لا رحمة عليهم، لأن الرحمة بهم معناها ظلم وقهر للأمة وقتل للناس وعدم أمن وعدم استقرار. فالدولة لابد أن تفكف هذا الأمر، ليست هذه أول مرة انتهكت حرمتها وهيبتها في أماكن كثيرة، ليست هذه أول مرة يعني يأتي المسلحون إلى رئاسة الوزارة ويذلون الناس ويقهرونهم ويأخذون منهم المال. حصل لك مرارا وتكرارا، حصل على وزارات، على إلى متى الدولة تبقى هكذا تتفرج وتصرح وتقول يعني عندما يستوجب الأمر نستعمل القوة؟ ألم يستوجب الأمر استعمال القوة إلى حد الآن؟ متى؟ عندما يموت الناس كلهم، عندما يبقى الدماء تسيل إلى الركب في ذاك الوقت، أين القوة؟ أين القوة؟ هذا كلام لا معنى له، لابد من استعمال القوة الآن لقمع الظالمين. ولو استعملت القوة من بادي الأمر ضد الفاجرين وضد الظالمين وضد المفسدين لتوقفت هذه المسائل كلها، ما رأينا منها شيء. الذي جرأ الناس لما أناس يقفون في طريق ساحلي ويقطعونه، قطع طريق، يسمى قطع طريق، لأنهم يوقفون كل مصالح الناس، كل أصحاب الحاجات، كل أصحاب الضرورات، المريض، ذو الحاجة، اللي عنده مصلحة، اللي عنده عمل، اللي عنده مستشفى، كله يتوقف، ومهمة الناس كلها تتوقف. نجد ناس يقطعون الطريق والحكومة تسمع وترى، ثم بعد ذلك تأتي وتجاملهم وتقول: لا بأس، سنلبي لكم ما طلب. مهما كانت مطالبهم لا تسمح، لا ترقى إلى هذا المستوى. هم جرحى على الرأس والأيدي، كانوا جرحى يحتاجون العلاج، لكن لا يمكن نسمح لمن يعملوا بهذا. هم جرحى خرجوا لله لنصرة الحق وإلا لإماتة الأمة وظلمها وقهرها. هذا قهر للأمة كلها، لا يمكن للجريح المسلم أن يفعل هذا العمل، هذا مفسد، هذا من وراه ناس يحرضونه على الفساد. الدولة عليها أن تعطي الناس حقوقهم وتداوي الجرحى وتعطي الحقوق لأصحابها، لكن أصحاب الحقوق لا يجوز لهم أن يعتدوا علينا جميعا، على الأمة بأسرها. هذا اعتداء على الأمة بأسرها، أنت مظلوم، لكن المظلوم لا يجوز له أن يظلم. ظلمتك الحكومة، ظلمتك الدولة، لم تعطك حقك في العلاج، لم تعطك حقك في مرتبك، هذا لا يسمح لك شرعا أن تظلمنا جميعا. توقف في طريق ساحلي وتوقفه، حصل هذا في تجولة قطع الطريق الساحلي، حصل في مصراتة، حصل في الزاوية، حصل في أماكن متعددة، والدولة لم تحسم أمرها. خرجت الجيوش مجيشة ضد الدولة بسلاح وبقتال في مناطق متعددة، في الكفرة وفي بنولين وفي الجنوب وفي أزوارة وفي غيرها. الحكومة لم تتحرك تحركا إيجابيا وتحاسب المجرمين والظالمين. هذه من أولويات الأشياء وبديهياتها يا حكومة. عندما تحصل فتنة ويحصل قتل والدماء، هذه دماء، ليس الأمر سهل، ليس الأمر هين، هذه دماء، ناس يموتون، هذه أموال، هذه حرمات. مجرد أن نصالح بها الناس وانتهت المسألة عفى الله عما سلف، أي فساد هذا؟ هذا هو الذي جرأ الفساد ووصل بالناس إلى أن يجمعوا أنفسهم في جماعات كبيرة بوصلت إلى 50 سيارة
وأتوا إلى الحكومة في عقر دارها وفعلوا بها ما فعل وقتلوا ما قتلوا من الحراس. كان الواجب أن يطوق هؤلاء الناس جميعا ويوضعوا في السجون ويحقق معهم، وكل الأسلحة التي معهم والسيارات كان يجب أن تصادر وتكون غنيمة للدولة، لأن ربما حتى وزارة الدفاع لا تملك هذه القوة، وزارة الداخلية لا تملك هذه القوة قد يكون، فهي تعد غنيمة بالنسبة لهم. لو كان الأمر في نصاب ولو كانت الأشياء على وضعها الصحيح، هذا هو التصرف الواجب. هذه الفوضى والخروج على ولاية الأمر والخروج على الحاكم، واللي ذكى النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، ومن فعل ذلك لقي الله لا حجة له، هذا صار يتكرر في صور متعددة. هناك أناس ينسبون أنفسهم إلى التدين، المتدينون الآن يعملون أشياء في المساجد هي في غاية الفساد، لا يريدون استقرار لها، فيها خروج عن ولاية الأمر. هم من مبادئهم يقولون إنهم من أهل السنة ويتبعون السنة ويتبعون الدليل، ومن مبادئهم مبادئ أهل السنة ومبادئ أهل الدين طاعة ولي الأمر. ولي الأمر نصب في هذا المسجد مدرسا واعظا مرشدا إماما خطيبا، بأي حق يأتي شخص آخر من تلقاء نفسه مهما كانت منزلته في الدين أيا كان، يكونش من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا حق له في هذا، لا حق له في أن ينتزع إمام ويحول إمام ويأتي بإمام وينصب نفسه خطيبا أو مدرسا ويبقى يتكلم على الناس بما يريده هو من شهواته وأهوائه وينسبه إلى الدين. هؤلاء الناس كانوا يقولون إن مثل هذه الأمور هي من الخروج على ولي الأمر ولا يجوز. هكذا كانت سيرتهم، وهذا هذه كانت فتاواهم طول عهد القذافي. القذافي الذي كان يتكلم بالكفر البواح الصريح وينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم جهارا في الإعلانات وفي كل المناسبات، ويحرم ما حل الله ويحل ما حرمه الله، يقول للناس التجارة ظاهرة استغلالية، الله عز وجل يقول لهم أحل الله البيع وحرم الربا، هو يقول لهم التجارة ظاهرة استغلالية حرام لا تجوز والربا حلال في عنقي، هكذا يقول. وهؤلاء كانوا يسمعون هذا المنكر، هذا الكفر كانوا يسمعونه. لا أحد منهم تجرأ وأتى إلى خطيب مسجد، وكان بعض خطاب المساجد يتكلمون بهذا الكلام ويرددونه، يرددونه كما يقول ولي الأمر، وهم مسؤولون على ذلك، سيحاسبهم الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله.
نعم. ولا اختصر يا أخي، اختصر، الوقت قصير. بارك الله فيك، هذا كلام صحيح. يعني هذا الأمر، نعم نعم، من يرى في نفسه الكفاءة قد يتعين عليه. أحيانا بعض الناس يبقى عنده سلبية، زي ما قلنا، يقول لك ماذا سيكون، يعني لن يتغير الأمر، يعني لا قدرتي، لا أتحمل مسؤولية. من كان هو يعرف في نفسه الكفاءة حيث الخبرة والقدرة والأمانة أن يتقي الله في موسي إليه، فقد يتعين عليه ويكون واجب شرعي عليه فرض عين، لأن القيام بما يصلح الناس هذا فرض كفاية. لابد أن يكون هناك في الأمة من يقوم بهذا الأمر فرض كفاية، لكن يتعين بعد ذلك على الأصلح فالأصلح. لابد هذا أن يتحمله الناس ويتحمل المسؤولية ولا يكونوا آثمين. فالسلبية قد تؤدي بالبلاد إلى الفساد، ويتولى الحكم مرة أخرى الظلمة كما كان في السابق، وعندها سبق سوف نخسر جميعا، وستضيع كل التضحيات وكل هذه الجهود وكل هذه المعاناة التي عانيناها، ومات من أجلها من مات، وترمل منها من ترمل، وتيتم من تيتم، والمفقودون والجرحى وأصحاب الأهل، كل هذه الأشياء تضيع هباء منثورا لا قيمة لها بسبب تقاعس الناس الصالحين وعدم تقدمهم لتولي المسؤولية. رجل يتولى المسؤولية وهو أهل لها، هذا منصب عظيم عند الله عز وجل لا يواسيه منصب أبدا. على الناس أن يحرصوا على هذا من أجل الآخرة لا من أجل الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، في يوم يشتد فيه الكرب على الناس ولا ظل إلا ظل عرش الرحمن، ما في أحد في ذلك الوقت يظلك إلا ظل الله عز وجل. من هم هؤلاء؟ هم المقسطون الذين يقومون بالقسط والعدل، يتولون الحكم في الناس بالعدل. فإذا كان هذه الفرصة أمامك، كيف أنت تتركها وتزد فيها؟ الناس لو أعطيت لهم مكافأة من أجل الدنيا، ولو قيل أعطيك 1,000,000 دينار وتتقدم يتقدم، فكيف إذا أعطي الجنة وأعطي من الله عز وجل أن يكون في معيته وفي نصرته وفي رحمته وفي ظله؟ هذا الشيء لا يقدر بثمن. يجب على كل من له قدرة في هذا ومن لا يأنس نفسه الكفاءة وهو صادق في ذلك، يجب عليه أن يتقدم وأن يتولى بهذه النية، بنية الآخرة ونصرة الحق ونصرة الدين، لا من أجل الترأس ولا المنصب. هذا الأمر. نرجع للنقطة الأولى، القضية الأولى، قلنا إن هناك أناس الآن منسبون إلى أهل الدين والتدين يخرجون على ولاية الأمر بصور بأخرى، وأحدثوا فوضى في المساجد عارمة لا أولها ولا آخر، ليس هناك فيها استقرار. كل من لا يعجبهم من إمام أو خطيب أو مدرس يطردونه ويأتون بشخص على هواهم، ويرون أن هذا هو صاحب الحق وأن ذلك الآخر صاحب بدعة. أين الدولة؟ هل هناك ولاية أمر أو ليس هناك ولاية أمر؟ أنتم يا هؤلاء الناس، يا من تحكمون الشريعة، يا من تقولون إنكم تبع لأهل السنة، يا من تقول إنكم تتبعون الدليل، ألستم ترون المنكر بواحا قبل هذا الوقت؟
وعندما تسألون تقولون الواجب الشرعي على أهل السنة والجماعة هو مناصحة ولي الأمر سرا، هكذا كنتم تقولون، نقول لكم في ذلك وجه إن كان المراد به الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه. تقولون أنكم لا تستطيعون في ذلك الوقت ونحن نغير المنكر بقلوبنا، نقول لكم وجه في هذا. لكن تقولون المنكر يجب أو مناصحة ولي الأمر يجب أن تكون سرا لا تكون علنا، وهذا كلام غير مسلم، لأن المسلم القوي في الحق ينبغي إلا يخاف في الله لومة لائم ويقول الحق حتى لو أدى إلى استشهاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى أمير فأمره وناهه فقتله. يعني معنى هذا مناصحة ليست سرا كما تقولون، مناصحة جهرا لمن أراد الشهادة، لكن لو أردت أن تترك هذا لا حرج عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. لو طبقتم هذا أيضا عندما انزال الظلم وذهب القذافي وذهبت الدولة التي كانت تقول الكفر صراحا والمنكر الذي لا خلاف عليه، طبقتم هذا المبدأ مع ذلك الظالم، الآن عندما جاءتكم حكومة ودولة تقول لكم: نريد أن نتيح لكم الفرصة لتختاروا الأحسن، ونحن نرتب الآن في الدولة ونريد أن نلزم الناس بالطاعة وبالاستقرار وبالأمن، ترفعون رؤوسكم رؤوس فتنة وتنصبون من تريدون خارجين على ولاة الأمر وتطردون من تريدون حتى لو كان أنتم عندكم حق في ذلك. أقول لهم: سلمنا أن هذا الذي لا تريدونه في المسجد أن يكون إماما وخطيبا، سلمنا أنه إنسان عند بدعة أو مخالفة، لكن إزالته وتحويله وطرده ليس إليكم، عملكم هذا لا يختلف عن عمل هؤلاء الناس الذين أتوا بخمسين سيارة مسلحة ودخلوا على مجلس الوزراء وقالوا: لابد أن تعطينا المال بقوة السلاح. أنتم أيضا تطالبون بمطلب، أولئك طالبوا بمال، وأنتم تطالبون بفكر تعتقدونه وهو غير صواب، أنكم لكم الحق أنكم تزيلون المنكر باليد وتخرجون على ولي الأمر، والإمام أو الخطيب الذي ينصبه ولي الأمر هو غير صالح، وأنتم تنصبون من تريدون. هذا هو عينه، ذاك خروج وهذا خروج لا يختلف. إن كنتم ترجعون إلى الدليل وتتحاكمون إلى الدليل فهذا هو الدليل. أول أمس ذهبوا مسلحين إلى وزارة الأوقاف، لأن وزارة الأوقاف أصدرت قرار بإيقاف بعض وعاظهم لأن رأته غير مناسب. ما الذي يتولى تولية إمام أو خطيب أو مدرس؟ هل ولاية الأمر المختصة وزارة الأوقاف ولا أي جماعة؟ لا يمكن أن تكون أي جماعة، لأن لو تركنا هذا الأمر لأي جماعة أنتم نقول لهم: عندكم 10 جماعات مثلكم، كل واحد عنده منهج وعنده تفكير، فلو ترك الأمر إلى الجماعات لصارت المسألة فوضى وفتنة وقتال وهرج ومرج، وهذا لا تقولون به، أنتم أنفسكم لا تقولون به، تقولون بطاعة ولي الأمر وبمناصحة ولي الأمر سرا، فكيف صارت الآن مناصحة ولي الأمر خروج بالسلاح عليه لأنه أوقف فلان أو مكن لفلان؟ أليس هذا خروجا على ولي الأمر؟ أين الدليل الذي ترجعون إليه؟ هل هذا اتباع دليل أو اتباع هوى؟ اتقوا الله في أنفسكم، يجب عليكم أن تكفوا عن مثل هذه الأمور، لأنكم توصلوا البلاد إلى فوضى وإلى فساد وإلى فتنة وإلى دماء لن يكون فيها الناجي أحد، ستكونون سببا في القتل العريض الكبير، لأننا على ثقة أن عامة الناس من أهل ليبيا لا يوافقونكم على هذا، فسيقاومونكم وسيكون السلاح ضدكم وستكون الفتنة وسيكون القتال. اتقوا الله، هذا حرام عليكم لا يجوز. نرجع وإياكم إلى الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا اتباع هوى وليس اتباع دليل.
تتبعون فتاوى تأتيكم من خارج البلاد وتطبقونها علينا بالقوة وبالقهر، كدتم أن تنشبوا معركة وفتنة ونار تشتعل من أجل فتوى أتتكم شاردة للزحف على قبر عبد السلام الأسمر، وحشدتم الحشود وخرجتم بجيوش مجيشة وتسمعون فتاوى على الهواء هكذا مباشرة. تقدموا، أنتم عندكم قوة، لن تتأخروا، لو مات منا 70 موتوا 70. هل هذه فتاوى؟ هل هذا أهل العلم يقول هذا الكلام؟ هذه الجيوش التي خرجت لإطاحة بضريح، هناك جيوش أخرى تقابلها ترى أن الموت دون هذا الضريح شهادة، كيف نصنع؟ يا مشايخ، يا علماء، يا من تسمعون الفتاوى من خارج البلاد، أين المفاسد والمصالح؟ أين مقاصد الشريعة؟ هل فتوى مثل هذه فيها سفك دماء، فيها حرمات، مئات يموتون، هكذا تتلقى على الهاتف بجرة قلم؟ أقل من هذه الفتاوى عشرات المرات لو عرضت على عمر وهو من هو لجمع على أهل بدر، فكيف تقول على الهاتف من شيخ يفتيكم فتوى شاذة خارج عن جماعة أهل العلم؟ العلماء الذي تدور عليهم الفتوى في داخل البلاد وفي خارجها، العلماء الذين هم على المنهج السلف الصالح، كلهم لا يوافقون على هذا الأمر ويخالفون ويسمعون فتواهم، ولكنهم يسمعون لشخص واحد كأن الوحي ينزل عليه. أحذركم، الوحي انقطع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، أنتم كأنكم تحكمون وحيا. اتقوا الله في دماء المسلمين، اجمعوا كلمتكم، اجمعوا كلمتكم تحت لا إله إلا الله، كلنا مسلمون نريد إقامة الحق، إقامة العدل، إقامة الدين، لا الفوضى، لا تنفيذ المذاهب الشاذة التي تأتينا من خارج البلاد، لا نريد هذا ولا نقبله. وعلى الدولة أن تفرض هيبتها في كل شيء، ليس فقط في الحفاظ على المال، بل الحفاظ على الدين والحفاظ على كل من يريد أن يبث الفوضى، سواء في المساجد ولا في الوزارات ولا في الأموال ولا في المؤسسات. لابد من استتباب الأمر واستقراره في كل مناحي الحياة، هذا أمر واجب شرعي على الدولة لابد أن تقوم به، وعلى هؤلاء الناس أن يراجعوا أنفسهم. نريد من جميع الناس، من جميع المسلمين، من جميع الليبيين، من جميع المواطنين أن تكون كلمتهم واحدة، نحن لا نقصي أحد، وهذه المرحلة مرحلة حاسمة لابد أن تجتمع كلمتنا فيها، كما نصر الله عز وجل في المرحلة السابقة ونصر على الظلم وعلى القذافي بسبب جمع كلمتنا واتحاد صفوفنا، وأننا قلنا لا نقبل شيء أقل من خروجه بفضل الله عز وجل، ثم بهذه الوحدة وجمع الكلمة نصر الله عز وجل. نريد أيضا جمع كلمة مرة أخرى، لا نسمع إلى فتاوى شاذة، اسمعوا إلى فتاوى العلماء المسلمين، الفتاوى العلماء الربانيين في كل بلاد الدنيا، حتى العلماء بلاد الحجاز اللي تسمعون إليهم اسمعوا فتاواهم، لا تسمعوا إلى رجل شاذ يفتيكم فتاوى ضالة، فتاوى شاذة. مهمته ومهمة من حوله فقط تصنيف العلماء، تصنيف العلماء والتجريح فيهم والنيل منهم وتنقيصهم، هذا هو شغلهم الشاغل، هذا هو عملهم، لا يفعلون شيء أكثر من هذا. خذ من فلان، اترك فلان، فلان مبتعد، فلان ضال، هل هذا هو الدين؟ هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا همهم؟ كهذا هذه كانت مجالس أبو بكر الصديق وعمر والخلفاء والراشدون والصحابة الذين أقاموا الحق وأقاموا العدل، هل كانت هذه قوائمهم؟ هل كانوا ينشرون قوائم؟ انظروا إلى الإنترنت تجدون قوائم لا حصر ولا آخر، يرتبون الشيوخ والعلماء في أنحاء الأرض كلها، فلان يسألون عن فلان يقول له انظر رقم كذا، هي قائمة مخابرات وإلا ماذا؟ هل هذا علم شرعي؟ هل هذا علماء؟ هل العلماء الذي لا يعمل بعلمه ولا يطيع الله عز وجل ويتقي الله ويحرص على الأمة وعلى وحدتها لا يكون عالما؟ هذا علمه حج عليه. هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عملون قوائم هكذا؟ كيف الكلام هذا؟ فهذه مسألة يجب على المسلمين أن يجمعوا كلمتهم ويتقوا الله ويتقوا ويتركوا هذه الفتاوى الشاذة التي تفسد ذات البين وهي الحالقة، أن يجمعوا كلمتهم. الآن الفرصة متاحة أمامهم، الفرصة أن يقبلوا على هذه الانتخابات الحرة بإذن الله ليختاروا الأصلح
اختيار الأصلح واجب شرعي يقول به جميع المسلمين، كل العلماء، كل العلماء ابتداء من الشيخ أحمد شاكر إلى الشيخ محمد العثيمين إلى الشيخ بن باز إلى الشيخ الألباني إلى كل علماء الأمة، كل علماء الذين على منهج السلف الصالح، كلهم سئلوا على الانتخابات، انتخابات البرلمان في الكويت، انتخاب البرلمان المجلس الشعبي في مصر، انتخاب المجلس البرلمان في الجزائر، كلهم قالوا يجب على الناس أن يشاركوا لاختيار الأصلح لإقامة دين الله. أين فتاوى هؤلاء العلماء؟ وأين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه ونهيه عن الخروج وأمره بالطاعة وإقامة الحق من هذه الفتاوى الشاذة التي تأتيكم الآن وتقول لكم قاطع الانتخابات وأنها لم ترد على لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من اليهود والنصارى؟ هذا كلام في غاية الخرافة وفي غاية السطحية ولا يصلح في باب الدين شيئا، لا يقيم على قائمة، ليس له شيء من الدليل ولا من الحق أبدا. لابد الناس أن ينتبهوا إلى هذه المسألة وأن يشاركوا بقوة في هذه الانتخابات حتى لا تفوتهم الفرصة ولا يغتروا بمثل هذه الفتاوى الشادة. وكما قلت لكم مرة أخرى، بعض الناس يتردد ويخاف أنه إذا اختار ما يراه الأصلح قد يكون هذا الشخص يختاره يفسد ويقول زي ما فعل القذافي فأكون نتحمل مسؤولية. أقول له لا، ليس عليك مسؤولية. إذا اجتهدت ونصحت لله واخترت الأصلح لدينه ولأمانته ثم بعد ذلك هو فسد، فإثمه على نفسه ولا يصل إليك منه شيء، لأنك قد نزعت المسؤولية والأمانة من عنقك التي كلفك الله عز وجل بها ووضعتها في عنقه، فهو يتحمل المسؤولية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع الكلمة ويحد الصفوف ويهدينا سواء السبيل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.